بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. كمان في نشاط للرياح النهاردة مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر. كمان في فرص لأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، هتكون خفيفة أكتر على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وده هيكون على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن في ظواهر جوية مختلفة. بالفعل هو في ظواهر جوية مختلفة في بعض التقلبات الجوية، والأهم حاجة هنلاحظها منذ الساعات الأولى من الصباح هو نشاط الرياح. يمكن احنا اليوم عندنا على مدار اليوم نشاط لرياح في معظم محافظات الجمهورية، سرعات رياح هتتراوح ما بين 35 إلى 45 كيلومتر على الساعة. رياح دي رياح غربية من الصحراء الغربية، فبالتالي هتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق اللي موجودة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، سواحلنا الشمالية الغربية، محافظة أو المناطق الموجودة في شمال محافظة البحر الأحمر. ويمكن كمان الأتربة دي تؤدي لتدهور كبير في الرؤية الأفقية وانخفاض في الرؤية الأفقية في المناطق الشرقية، السواحل الشمالية الشرقية، مدن القناة، سيناء، كمان بعض الأماكن من شمال الصعيد نتيجة سرعات الرياح العالية ووجود الأتربة والرمال المثارة. بالإضافة كمان دايما نشاط رياح لما بيبقى موجود بيخلينا نحس أكتر بالبرودة ويحسسنا أكتر بانخفاض قيم درجات الحرارة، لأن اليوم كمان هيكون فيه انخفاض في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، عظمى على القاهرة الكبرى هتكون خلال فترة النهار 20 درجة مئوية، مع وجود نشاط الرياح هحسها أقل من 20 درجة مئوية. كان الانخفاض ده موجود في معظم محافظات الجمهورية لأن بيأثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، وكمان بيأثر علينا كتل معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فبالتالي الكتل دي منخفضة في قيم درجات حرارتها، فخلاص أجواء أقرب للأجواء الشتوية أو أجواء شتوية لطيفة تماما خلال فترة النهار في معظم محافظات شمال البلاد، يعني حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. معتدلة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار، فترات الليل كمان هيكون في مزيد من الإحساس بالبرودة، ويمكن كلنا حسيناها بالأمس برودة شديدة في الجو في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، صغرى فترة الليل بتسجل 13 درجة مئوية. نشاط رياح نأكد تانية خلينا نحس إن هي أقل من 13 درجة مئوية، فأجواء باردة إلى شديدة البرودة في معظم المحافظات. كمان طبعا في سحب منخفضة متوسطة على المناطق الساحلية، منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ففرص الأمطار اليوم هتزيد على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتكون أمطار متوسطة على مناطق من مطروح والأسكندرية، شمال البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، المناطق دي كلها معرضة لأمطار متوسطة، وممكن الأمطار تمتد لبعض الأماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر أمطار خفيفة، لكن باقي المناطق الداخلية مش هيكون عليها أي فرص لسقوط الأمطار. يمكن هي في بعض الظواهر الجوية والتقلبات الجوية اليوم، بكرة إن شاء الله السبت هتبدأ فرص الأمطار تكون خفيفة متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، تزول الأتربة والرمال المثارة من على أغلب المناطق الجمهورية، لكن هيظل معانا وجود نشاط رياح اللي هيخلينا نحس بالاجواء الشتويه اكتر. يمكن احنا بدانا اليوم فصل الشتاء رسميا، يعني المتوقع ان يكون اغلب الايام اللي جايه فيها انخفاض في قيم درجات الحراره، عشان كده هننصح كل الساده المواطنين ملابس شتويه لازم تبقى موجوده معانا على مدار اليوم كله، وكمان شتويه ثقيله في فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، بالاضافه كمان في المناطق المعنية أكتر بسقوط الأمطار وخاصة المناطق الساحلية لأن كميات الأمطار متوسطة، مع سقوط الأمطار لازم تكون القيادة بهدوء تام على الطريق، ونبتعد عن أعمدة الإنارة، أكشاك الكهرباء، ألواح الإعلانات المعدنية الموجودة في الشوارع،
مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه لو احنا خارجين النهارده لازم واحنا خارجين نرتدي الكمامات، وان شاء الله دايما السلامه الجميع. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 20 والصغرى 14، العاصمه الاداريه 19 12، اسكندريه 21 13، العلمين الجديده 20 13، مطروح 20 12، ودمياط 22 14، بورسعيد 21 13، الاسماعيليه 21 12. السويس العظمى فيها 22 والصغرى 13، العريش 22 12، كاترين 16 4، طابا 22 13، حلايب 25 20، شلاتين 26 21، شرم الشيخ 25 16، الغردقه 25 15. نروح للفيوم، العظمى فيها 21 والصغرى 10، بني سويف 21 10، الوادي الجديد 26 12، اسيوط 22 9، سوهاج 22 12، قنا 23 13، الاقصر 23 14، واخيرا اسوان العظمى فيها 24 والصغرى 15. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. ومره ثانيه لجمانه ومحمد نكمل معاهم فقراتنا. شكرا ليكي لميا.